عثمان؟ يا ترى وينه هالولد؟ خلينا ندور عليه، بلكي متخبي بشي محل. ايه مزبوط حكيك، بس هلا قليلي نحن وين ندور عليه؟ وينك يا عثمان؟ وينك يا وينك حبيب يا حبيبي؟ أنا لقيته ليكو. متخبي هون. تعال شوف لك دخيل قلبك أنا. هي كمان لعبة؟ لا هذا ما نو لعبة، عود يلا. يا روحي ابني الحلو ما أطيب، وأنا حبيب ماما دخيلك. أي حبيبي أنت. بدك تلعب كمان؟ يلا قوم تخبى يلا يلا. بابا واو واو. ماما سيلين بتعرفي نحن شو عملنا؟ أنا وبابا شو عملتوا؟ لعبنا بالعجين. تع خليني أغسل لك إيديك. يسلموا حبيبتي. هاتي لي شوف شو في. ما أكلتي أي شيء؟ إيه أنا عم بسمعك سيلين. سيلين شو الموضوع؟ ولا شيء. أنت متأكدة؟ حاسة حالي تعبانة اليوم. مين بده يكون؟ على الأغلب أمير. صادق؟ إن شاء الله ما يكون لحقك حدا. ما تاكل هم، ما لحقني حدا. أنت شلون صرت؟ منيح، كل شيء تمام. يلا فوت. كرمال سيلين ما فيني كمل. المسكينة عانت بما فيه الكفاية بسبب أبوها أصلاً، وما عاد في لزوم لتعرف أكثر لأنه وقتها رح تنهار. خير؟ شوفي يمكن رح يقتلوا لنزار. مين؟ عزيز. بابا طلع عثمان خدانا كلياتنا يا نزار. تخيل
هو السبب بكل شيء، هو اللي فرق بيناتكم، وبعدك لهلا عم تقلي ما بدك تشتكي عليه. هو رح يعيش ورح يضل حر ويعيش الحياة اللي بده اياها، وانتو رح تتبهدلوا بالغربة. صار اللي صار صادق، اساسا نحن عملنا كل شيء لازم ينعمل، خلص انسى. الطريق اللي ماشيين فيه صعب عليكم، مشان هيك فكروا وتروا. انا فكرت كتير منيح. انا ما عاد بدي انه سيلين تتضرر اكتر من هيك، ما بدي انه تتعذب اكتر من هيك. انا بدي بلش بحياة جديدة مع سيلين، ما بقى بدي اشغل بالي بهيك قصص. خلصنا، سيلين ما رح تعرف. اذا هيك بدك الله يكون معكم. يلا هلأ بخاطرك. شكرا على كل شيء يا صادق. هذا واجبي. شو ما بيصير معكم يا ريت تخبرني. من خبرك انت لا تاكل هم. ماشي يلا انا رايح شوف عثمان. خود راحتك. رح يضل بالي عندك. شكرا على اللي عملته مشاني. لا تشكريني سيلين، عملت واجبي. تعرفنا على بعض ونحن كبار، بس إذا سألوني بقلن كبرنا مع بعض. لهالدرجة حبيتك؟ ما بعرف، يمكن لأنه دمنا واحد. إمتى رح نرجع نشوف بعض مرة تانية؟ عن قريب، لا تاكلي هم، ديري بالك على حالك. وأنت كمان. يلا بخاطرك. الله معك. الشرطة؟ لا ما رح يمسكونا، بدنا نغلبهم كلهم. واقف عندك نزار. حبيبي ما عاد في داعي انه نهرب، الحقيقة ظهرت للكل وفهموا انك بريء وما لك ذنب. نحن فزنا. ماما بابا وين راح؟ يا روحي أبوك عنده شوية شغل، بس رح يجي لعنا لما يفضى. بابا انمسك شي؟ مسكوه بلعبة الغميضة؟
شو عم تحكي انت؟ معقول حدا يمسكه لأبوك يعني؟ يعني نحن ما خسرنا اللعبة. لا طبعا. يا سلام، لحنا اللي ربحنا. ربحنا على الكل، ولهيك رح يعطونا ألعاب وهدايا حلوة كتير، جائزة إلنا. شو الألعاب؟ اسمع لقلك، بدهم يعطونا سيارات كبيرة وكتير حلوة. بدي أخذهم كلهم. نزار، رح نخلص من هالمصيبة. كيف صار هالشي؟ سلمتي السي دي للشرطة ما هي؟ ايه، ورح ينال عقابه. ما رح اسمح نعيش حياتنا مثل المجرمين بسبب ابي. رح تروح حالك ومستقبلك كرمالي، كله لترضيني. لا تزعلي، طول ما انت جنبي ما رح ازعل. رح نرجع لبعض، وبابا رح يدفع ثمن عمايله السودا. عندك فكرة وينه؟ ما بعرف، عم يدوروا عليه. كمان لؤي عطى افادته. لؤي كمان؟ ايه، اعترف بكل شيء، كل شيء عمله هو وابي، وانه لبسوك التهمة الك. كل شيء انتهى، خلصنا، ما رح يقدروا يفرقونا بعد هلا. خلص خلص، ما رح يفرقونا. بابا. عيون بابا. نحن اللي ربحنا باللعبة. طبعا، لكان مين؟ ربحنا. خدوا روحوا منه. طيب، وانت كمان سيدي. لا، انا رح فوت معك. يلا امشي. باي. ما رح طول. ماشي ابني؟ ماشي. وقع هون. وهلأ شو بتكون تعملوا؟ فرعنا رح يطبق إجراءات الفرار. يعني؟ رح بتنعرض مرة تانية عن النيابة العامة. رح تحبسوه كمان؟ حبيبتي هدي. نزار بيك محتمل تم تبرئته من أول تهمة، بس ممكن ينعرض عن النيابة كمان بتهمة الفرار. ايه، بس هو مظلوم، فات على الحبس من غير ذنب. ما بتفرق، ما في لزوم للخوف. بظل هالظروف ما بظن انه رح يحكموه، بس ما فيني قرر شيء لأنه هذا بيرجع للمحكمة. ما في مشكلة. وشو مشان لؤي؟ وهو رح يتقدم للنيابة، وقصته أصعب بكتير. هو هون هلأ؟ هون. طب فيني أحكي معه ولو كلمتين يا ترى؟ مستحيل نزار بيك. أنا بحطه. أنت متذكر شو لازم تقول؟ معلوم. هذا هو. افتح سبيكر. الو، بلايك دايلي. لازم شوفك بسرعة. ليش؟ هاي نزار ونمسك، ماني مستعجل على هالشوفة. عزيز عرف اني عم شوف ايام. ايه، يعني لازمني مصاري. طيب، تتذكر اخر مكان التقينا فيه؟ رح كون هنيك. تعم. تمام. لؤي رح ينفذ المهمة. لؤي؟ كيف صرت؟ لسه ما تركوني، بس شكرا لإلك. ما في داعي تشكرني بنوب، عم حاول صلح أخطائي اللي عملتها. حكيته مع عثمان؟ ايه حكيناه سيدي، ووعدوا بعد شوي. كيف رح تشوفه؟ أنا رح شوفه، ما رح ينلقط غير هيك طبعا. ليش رجعت؟ ليش لحتى ما أرجع؟ ما ضل شي لأخسره، والعقاب اللي بستاهله بنتي عاقبتني إياه، وأنت كمان مو ذنبك، ما بستاهل اللي صار فيك. كل شي رح يكون منيح. إيه أكيد. شكراً كتير. ماشي، نفذوا الخطة المرسومة. أمرك سيدي. علم. إمتى بدهم يخبرونا نزار؟ ما بعرف. يلا روحي هلا لو سمحتي. مستحيل.
ليكي ما عاد في لزوم للخوف. خلص بقى لعادتني، قلت لك بدي ضل. رح روح معك لوين ما بتروح لو سمحت. ورائك خلصت من عنا، انت رح تنعرض على المحكمة هلأ. عناصرنا ناطرة لتاخدك لهنيك. يلا قوم بقى خلينا نخلص. لا تيجي على المحكمة على الأقل. ليش؟ شو في داعي لحتى تروحي؟ قلت لك اني بدي ضل جنبك، مستحيل خليك تغيب، مو على كيفك. انت احلى وحده بالعالم. ما عاد عيد الغلطه. يلا هادو قد نهايتك عزيز ألكان. سلين خلص امشي. معلم انا رح افتح لك المي على الاخر، وانت غسل لي هالدواليب من برا ومن جوا كتير منيح. ماشي؟ طيب يلا لشوف. بس لازم تغسل الباقيين كمان معه، رح يستنوا الزباين كتير هيك، هريت السياره من كتر الغسيل. معلش بتنضف اكثر. يا زلمه الدواليب راحوا من كتر المسح. لوين راحوا؟ يلا يرفع ايده الجوعان. انا عثمان مو جوعان؟ لك لا، كمان معلمي جوعان كتير، قلنا من الصبح عم نغسل السيارات هون. عن جد معلم؟ مالي جوعان بنوم. ما بصير ما تاكل عثمان، يلا بدي روح نوم. تاكل بالأول وبتروح على النوم، اتفقنا مو؟ يلا. طيب أنا بعرف شو لازم ساوي. قصة الأكل هي منلاقي لها حل بالمغسل، لا تاكلي هم. أوبا، يلا لشوف عثمان أفندي، هلأ؟ افتح المطار بسرعة وجاي الطيارة. بس أنا عم بغسل مالي فاضي. إيه معناها هالشحنة بدها غسيل. يلا أوبا. في محل لسه؟ إيه. أها وهي كمان خدها لورا شوي، صف على اليمين، افتح افتح تمك. أوبا. فيني آخذ شحنتين؟ ها؟ أنا لازم أتدرب على القصص أكثر. آخر خمسة ما عجبوا. شو مانا؟ أنا بنيمه هلأ. لا سيلين تصعب علي؟ صحيح هو عذبني شوي بس بعدين غفي. تعود عليك كتير أمير. وأنا تعودت عليه. شبكي شردتي ورحتي لبعيد، ما في زعل مو؟ ها؟ صار اللي صار ونزار ظهرت براءته، أنتوا أحرار. بس ما اتصل. ما بيكون لقى تليفون ليتصل. بيقدر يطلب من حدا ويحكي. سيلين خايفة. لك ما في شي، هالزلمة فات على الحبس وطلع، ضربوه سكين ورجع من الموت، ما رح يلاقي شقف التليفون. خلينا نروح على المخفر. سيلين خلص شو حكينا هلا؟ هذا هو، شوفي هذا هو. ألو أمير أنا. لك وينك أنت؟ بالمستشفى، أول صولة لؤي وهلأ بالعملية. شلون؟ عثمان أول صولة. أمير لا تخبر بدي... سيلين بشي. أمير أنا رح استنى لؤي ليطلع من العملية، أنت لا تبعد سيلين وعثمان عنك. ماشي؟ ماشي فهمت عليك. طيب خلاص. طبعا ما يهمك أمير. بأمانتي ما تخاف تطمن. أمير بدي أحكي معه، أعطيني إياه. يلا ماشي الحال، خلص وحاكيني. تعرفني بدي حاكي، شو في احكي؟ لا ولا شي سيلين، بس مو ملاقي له اي، مضيعه.
هو ما عنده وقت اصلا، عم يدور عليه لهيك. عن جد؟ طيب وقفي، لوين رايحة؟ رايحة دور عليه. لك بلا حكي فاضي، قلتلك منيح. لا تفكرني ما فهمت. طب وقفي، رح أقلك. لؤي تقوص. تقوص؟ شو عم تقول؟ مين قوصه؟ ما بعرف مين، صدقيني. بلا بتعرف، قلي مين. بابا ما؟ بابا بلا.